تمول علي رقيت بالنقد وبالدين يجي واحد مكرم بي ياخذها ويفل معه الليلة رح بتروح وهيدي كل القصة بقلك بصوت المجروح مبروك مع غصة معه الليلة رح بتروح وهيدي كل القصة. مستمعينا لتسهيل هذا هذا الموضوع اللي عم نحكي فيه وهو زواج السوريين والعرب بأمريكا من بعض وإيجاد شريك العمر المناسب، مجموعة من الستات السوريات الأصيلات قاموا بإنشاء مجموعة على الفيسبوك سموها عريس عروس سوريين وعرب بأمريكا. مجموعة من السوريات المقيمات بأمريكا للتعريف بالشباب والصبايا الموجودين جوات أمريكا أو حتى خارجها ضمن القيم الشرعية والعادات والتقاليد المعروفة. عملوا هذا الجروب حتى يجمعوا ويوفقوا راسين بالحلال على فرد مخدة. هذا الجروب انتشر كتير ولاقى كتير قبول، وعلى فكرة صارت كتير حالات زواج من وراء هذا الجروب. في كتير أدمينات مسؤولين عن هالصفحة يلي صارت بتضم حوالي 5339 عروس وعروسة، لكن اليوم هيك من حسن حظنا قدرنا نستقبل مدام رأفت سعيد. يسعد صباحك مدام رأفت. مدام رأفت انت معي على السمع؟ صباح الخير. أسفة ما كان الصوت مقطوع، برجع بقول لك صباح الخير مدام، كيفك؟ والله الحمد لله، أهلين سهلين. لما كيفك أنتي؟ أهلا وسهلا، شكرا لك على المقدمة الحلوة اللي قلتيها. مدام رأفت أول شيء أنتوا اللي شكرا لكم على هالمجهود. أنا بعرف قديش صعب الوحدة تتعامل مع حموات وأمهات وحتى شباب وصبايا. أول شيء خلينا نحكي عن فكرة الجروب هذا. هلأ في كتير جروبات انعملت بهذا الخصوص بس ما حدا نجح مثل هذا الجروب، كيف هيك قررتوا أنتي وبقية الأدمونات اللذيذات تعملوا هذا الجروب؟ ليش يعني؟ الفكرة أنه نحن أول شيء نحن مجموعة من السوريات حاولنا أنه يعني نستفيد من الفيسبوك ومعلومات يلي بتبقى البنت حاططها والشاب حاططها، والصور تلقائيا موجودة لهم هن اتنين. حاولنا أنه عن طريق جروبنا أنه نعطي يعني نجيب مواصفات البنت ومواصفات الشاب ونربطهم مع بعضهم بصفحات الفيسبوك. يعني نحن مجرد ما البنت أو أهل البنت أو رفيقة البنت أو حد من قرايبها يسجل عنا بيعطينا شوية من مواصفاتها، نحن منحولهم لبوست على الجروب برقم معين، الشاب كمان هيك، فالبنت والشاب بيشوفوا المعلومات وبيتبادلوا. وقت بصير في الموافقة المبدئية نبعث صفحة الفيسبوك ومن خلالها البنت بتشوف معلومات الشاب وبتقدر تحدد إذا كان بيناسبها ولا ما بيناسبها، وكمان الشاب بنفس حلو الطريقة كتير. يعني الهدف الاستفادة من صفحات من صفحة الفيسبوك، عفوا هذا الهدف. لا برافو، يعني هدف إن شاء الله هيك خير وبتوصلوا لهدفكم إن شاء الله. مدام رأفت كانوا من زمان كتير تلاقي يعني وخاصة ببلادنا يعني أنه الأم مثلا تروج عن بنتها أنه عندي بنتي أو أنا فتاة، البنت نفسها يعني تحط مواصفاتها، لكن على جروبكم وقت عم بتصفحوا في كتير صبايا هن عم يحطوا مواصفاتهم ويكتبوا مواصفات شباب أحلامهم. هل هالنوع من الصبايا رغم أني بأيد هالشغلة 100% وما بشوف فيه أي عيب، بالعكس هي فتاة صادقة مع نفسها قبل ما تكون صادقة مع الغير، هل هذا الموضوع عم يلقى رواج بين الشباب؟ يعني هي الفتاة يلي عم تحط مواصفاتها عم يرغبوها فعلا العرسان؟ بدي أقول لك شغلة، النظرة أول شيء تغيرت، يعني صار في درجة كبيرة من الوعي عند البنت وعند الشاب. يعني البنت صارت تعرف هي أساساً شو مواصفاتها وعارفة شو طلبها. يعني بكل بساطة البنت بتقلك والله أنا بدي المواصفات 1 2 3، عارفة البنت شو بدها لأنه تبقى مواصفاتها كمان هي بتناسب الشاب. فالنظرة القديمة اللي كنا نعرفها انه بس الشاب يلي بيتطلب، لا، البنت كمان عنا بناتنا الحمد لله على طبعا درجة من الوعي تبقى عارفة شو هي مواصفاتها وشو طلباتها موجودة، وممكن هي البنت تحط عنا او ممكن اختها او رفيقتها او حد من طرفها يبعث لنا مواصفاتها مباشرة. طب مدام كيف عم تتجنبوا مشكلة الطمع بالفيزا والوراق وهي القصص يعني؟ ولا أنتوا بتحطوا بس الطلبات وما بتتدخلوا حتى لو حسيتوا بالبوست أنه في نية أنه مجرد بس أخذ الأوراق يعني؟
شوفي أنا رح أقلك، نحن هلأ كسوريين بظروف صعبة، نحن منحط منحكي بصراحة إنه البنت ترك وضعها كيت كيت كيت، وكمان الشاب نبقى حاطين وضعه تمام تمام، إنه هو شو نوع وراءه، شو نوع دراسته، شو نوع الفيزا اللي هو جاي عليه، وكمان البنت هيك ما في مانع والله إذا البنت معاها جنسية أو معها وراء إنه هالشاب يكون معها، يعني إذا متوافقين أساسا فكريا وباقي المواصفات محققة، لكن شرط الأوراق غير محقق ما في مانع إنه اثنين يساعدوا بعضهم. طبعا هالشي موجود عنا، وعم نلاحظ إنه في شباب هدفهم الرئيسي بس بيكونوا قايلين بصراحة نحن مواصفاتنا هيك وهدفنا الرئيسي بدنا بنت تساعدنا. تمام. طيب يعني اوقات بحسكم هيك طلعتوا عن طوركم وعصبتوا وهيك، انه شو الاستفزازات اللي عم تجي من هالجروب او شو المشاكل؟ يعني انه بصراحة الشيء اللي نحن عم نعاني منه إنه مع الأسف لا زال مفهوم الجمال عند البعض، ما هقول عند الكل، عند البعض البيضة شقر عيونها خضر ومواصفاتها هاي، يعني طبعا هي لا زالت موجودة، وأحيانا شوي منعاني منها لو أم الشاب تدخلت، يعني طبعا أم الشاب بتحلم والله ببنت جميلة وصغيرة ومواصفاتها هيك، بينما بيكون الشاب طبعا أكيد له شوي نظرة مختلفة إنه والله بده البنت الواعية، البنت المثقفة، البنت، يعني لازلنا عم نعاني من هالمواضيع. فأحيانا يعني يوم شوي بنبعث له للشاب عدة بنات وبيقول لا هي مو طلبية، يعني شوي بنبدأ نعصب، أو البنت كمان بالمقابل بنبدأ نعصب شوي، بس مو كتير شوي بنعصب. بس معكم حق، يعني اللي أنتوا مستلمينه شيء ما بيحملوه جبال يعني. طب مدام وقت عم ينزل الشاب صورته ماشي ويكون هيك صريح ومواصفاته هيك واضحة وصريحة، هل هو هذا الشاب اللي أكتر بيجي عليه قبول؟ وهل ممكن الأم تبعت لك أنه أوكي أنا عندي بنت مناسبة لهذا الشاب؟ يعني عم تصير هيك شغلات؟ طبعا طبعا، هو الشاب طبعا الرسالة الأولى اللي بيبعتها للبنت هي صورته، فأحيانا في شباب والله بتشجعوا بيحطوا الصورة، وأحيانا في شباب بيحاولوا أنه يتجنبوا هالموضوع بس بيحط مواصفاته، وبناء عليه بينطلب، ممكن أم البنت تطلب، ممكن هي البنت دايركتلي، ممكن يكون في حدا من أهلها. طب شو رأيك أحيانا أبو البنت بيطلب الشاب لبنته؟ تمام. يعني هي عم نلاقيها هاي. الصراحة يعني أنا ما بشوف فيها شيء، يعني وخاصة بهالظروف، يعني هل من الطبيعي إنه البنت تضل هون ما حدا بيشوفها؟ والمجتمعات العربية في ولايات ما بيشوفوا ولا عربي بالشارع يعني. طب صدقتي صح. تمام. طيب مدام رفض كمان بدي أسألك سؤال، شو هي البوستات اللي بتحسيها تهمة تماما؟ يعني شو الغلط اللي عم يقعوا فيه الشباب والبنات بالتعريف عن أنفسهم، بحيث أنه مجرد ما حدا عم يقرأ البوست ما عم يلقى أي رواج؟ يعني لقلك في نحن عم في مشكلة إنه منعاني منها، في نسبة مثلا شباب متزوجين من أجنبياتهم وبيبقى في عندهم أطفال، فيلي بيبقى متزوج وعنده أطفال ولو كان مهنته وشهادته ودراسته كويسة، إنما بيكون عنده مثلا ولدين أو بيكون عنده ولد، فهي الأمور لازلنا نحن منعاني منها. البنت بتقلك أنا يعني ماني مستعدة والله أتحمل يكون عنده أولاد، طب أحيانا بيكون الأولاد مو معهم، ممكن يكونوا مع أمهم خاصة إذا أجنبية أمهم، فهي الأمور لازلنا نحن منعاني منها. وبالمقابل البنت يعني في صبايا مطلقين ممكن تلاقي عمرها 20، تلاقي عمرها 25 لـ30 ممكن تكون وعندها أولاد، أحيانا ولد أو ولدين، كمان منلاقي صعوبة إنه بيقلك شاب أنا يعني ما عندي استعداد والله أتحمل. مزبوط. وخاصة إذا عنده هو أولاد مثلا، هو عنده ولدين وهي عنده ولدين، يعني بيقولوا لك صعبة علينا. فهي لازلنا عنا يعني بدها توعية بين الناس إنه ما المانع إنه يكون هي إذا عنده ولد أو هو يكون عنده ولد، ممكن إنه يرتبطوا ويربوا هالولدين مع بعضهم، ما في يعني ما في مانع لهالشي هذا. طب مدام رأفت عم يدققوا إنه إذا الشاب زمان بأمريكا أو لا؟ يعني كتير هي طبعا طبعا مهمة إنه يعرفوا إنه الشاب له زمان أو من الجدد، لأنه يلي له زمان هون أكيد قدر يستوعب الثقافة الموجودة بهالبلد وفي وطريقة الحياة ونظام العمل ونظام الحياة ككل. أما الشاب الجديد يلي جاي بعده معارف مثلا نظام الحياة، وخاصة مثلا في نحن في عنا أنواع الورق، منها فيزة الطالب أو فيزة التي بي إس أو عفوا أوراق تكون بتي بي إس أو لجوء، يعني لا زال هاي المواضيع هاي بتهم الأهل البنت خاصة
ليشوفوا شو وضع أوراقه. طب إذا الشاب برأيي يعني من حسب خبرتك وتجربتك بالموضوع، إذا الشاب مقدم على اللجوء فرصته أقل من الشباب اللي أوردي أخذين اللجوء، مو يعني بضل إيه طبعا أكيد أكيد هاي الموضوع أكيد الشاب يعني فرصته أقل، البنت لا بالعكس تبقى مطلوبة أكثر. مدام رافت كتير عنا هذا الشعار وهذا المثال اللي بياخد من غير ملته بيموت بعيلته، هلأ هو هذا صح؟ من ممكن يعني إذا سورية بدأ تاخد مثلا مصري ممكن يعني يتعارض هذا الشيء مع الثقافات، لكن عم حس أنه بكتير بالجروب أوقات الصراحة في بوستات أنا بشوفها مستفزة، ما بعرف الناس كيف بتشوفها، أنت شو رأيك؟ تبع بدياها حصرا من عائلات دمشق العريقة، بدياها فقط بنت حلب الشهباء، بدياها فقط حمصية لأنه الحمصيات كتير حلوين، يعني أنه حتى المناطقية بتنقية البنات السوريات، يعني هذا الشيء ما برأيك عقبة ولا لا؟ أوكي كل واحد عم يلاقي نصه الآخر بهالطريقة. شوفي هاي أمور يعني نحن موجودة عنا، يعني إنه الأكيد الشامي بيفضل إنه ياخد شامية، الحلبي بيفضل ياخد حلبية وهكذا، لكن يعني هالنظرة كتير كتير خفت عن أول، الحمد لله. يعني صار الحمد لله رب العالمين. يعني مثلا البنت بتقلك والله أنا بفضل سوري، وطبعا نحن نشهت عنا كتير خطبات شاب مثلا مصري مع سورية، أو يكون من فلسطيني تمام. مثلا مع سورية، على أساس أنه مثلا بلاد الشام نحن ما بنقدر نعتبره إلا قراب كتير من بعض، اللي هي الأردني السوري اللبناني، هدول كتير قراب بيشبهوا بعض. أما شباب مصريين، في عنا شباب مصريين رائعين وارتبطوا ببنات سوريين، والحمد لله نجحت الخطوبة ونجح الزواج. طب لحد الآن في شي صبية جابت حدا من برا، أو شاب قدر يجيب حدا يعني خطيبته من برا عن طريق الجروب؟ طبعا ولا؟ طبعا صارت معنا، لانه في إنه تواصلات مع تركيا ومع لبنان، على اساس انه الصبايا موجودين اما بيكونوا بتركيا او لبنان او العكس، يعني الشاب بيكون هون هي البنت بتركيا او سوريا او عفوا لبنان والاردن او مصر، احيانا عم بيقدر يجيبها. وفي بنات طبعا اللي هي النسبة الاقل انه عم يجيبوا شباب من برا يعملوا لهم فيز خطوبة. تمام نجحت هاي. تمام، هل في اي فكرة لكم على تطوير الجروب مثلا، يعني تحويله لموقع رسمي عليه صور وهالقصص هيك، ولا لسه بس مكتفيين بي اللي انتم فيه حاليا؟ والله هي هاي الفكرة هي هاجز إلنا، ونحن عم نحاول إنه بصورة دائمة إنه نحققها، لكن الفكرة إنه بدها تصير متابعة كتير أدق من الطريقة اللي نحن عم نشتغل فيها هلا، وطريقتنا رغم بساطتها إلا إنه مرغوبة، على أساس إنه تواصل مباشرة مع الشاب أو مع البنت، فهي الطريقة رغم إنه الفكرة فيها بسيطة لكنها مرغوبة. وقت بدنا نحوله لموقع بتخيل إنه يصير أصعب العمل. تمام، يعني بس الفكرة لا زالت موجودة. يمكن بالبداية بتكون أصعب، بس بعتقد بعدين بيترتب عند كل موضوع، فيعني بنصحكم تمشوا على هذه الشغلة لأنه أنتوا نفسكم حترتاحوا من هالقصة، لأنه بيكون شيء كل شيء مبرمج. الله يوفقكم يا رب. مدام رافت بجروبكم حطيتوا كذا مرة صورة عروس وعريس، بعتوا لكم صور عرسهم من بعد ما تعرفوا على بعض بهذا الجروب، انعزمتي لك عشي عريس؟ قولي لي. والله كتير كتير شغليني معك الشغلة بليز، شغليني معك. أنا روح قلبي رش البرق وألبس القصب وروح العرس، روح قلبي. يا عيني يا عيني عليك. ولو بتشوفي منروح معهم ومنتصور معهم ومنبقى بيحسسونا أنه نحن من خصهم، يعني كأنه نحن من أهلهم، يعني الشاب والبنت بيتعاملوا معنا على أنه نحن كأنه حدا من أهلهم، وبتبقى يعني كتير لقاء رائع جدا، ولو ما بتتخيل قدام نبقى نحن كمان مبسوطين نحن عم نشارككم. بس كأنه مو بس سوري، مو يعني حسيت أنه قدرتوا تزوجوا جنسيات أخرى، يعني الموضوع كتير كتير مزبوط هالكلام، الحمد لله رب العالمين. لأنه على فكرة البنات السوريات يعني إجمالا مرغوبين، يعني الكل بيقول لك أوه أنا بدي أتزوج فعلا. يعني بدي أخطب سورية، بفضل إني أخطب سورية. الحمد لله رب العالمين. طب مدام رافت شو كلمة بتوجهيها للشباب والصبايا المقبلين على الزواج؟ شو هي يعني هيك بحكم خبرتك وعمرك ويعني مكانتك، شو بتوجهي كلمة للشباب والصبايا يلي مقبلين على هالخطوة وشو بتنصحيهم؟ نصيحتي أهم نصيحة إنه يا الشاب
حاول انك تختار البنت يلي بتبقى قريبة من عمرك، حاول تختار البنت المثقفة، حاول تختار البنت الواعية يلي تقدر تتحمل معك المسؤولية وتتحمل معك الحياة. لا تركز بس على المظهر او على شكلها، لانه الشكل ما هو رئيسي، بعد فترة بيصير العلاقة بينك وبينها، العلاقة بينك وبينها هي الاهم. وكمان البنت بوجه لك يعني يا بنتي، اهم شيء بالشاب انه يكون اخلاقه كويسة ويكون انه انسان ابن حلال. لا تركزي مثلا على شهادته او نوع معين من التخصصات اللي انت بتبقي حاططيها ببالك، لا ركزي على الشاب، ركزي على اخلاقه، ركزي على شخصيته وتعامله معك ووجوده قريب منك. وحاولي هي اهم من المظاهر واهم من المال واهم من اي شيء ثاني ممكن انت تفكري. حكوا الصبايا كتير بالحلقه انه دائما الدكاتره مرغوبين، وانه بعد الزواج الصبي اللي اخذ اليوم الدكاتره كرهوني. لا انا ما قصدي يعني ابدا، بس انا قصدي انه فعلا بوستات الدكاتره بتطير فورا، مو يعني او حتى الدكتورات مو بصراحة صح. بس يعني حاولنا نحن من خلال التوعية اللي بنعملها بصورة دائمة إنه لا ما تركزوا بنات على الشهادة معينة. شبابنا كلهم رائعين، وأي شاب بيحط عنا فعلا إنه هو بيكون يعني حابب إنه يرتبط بالحلال وحاول يرتبط ببنت من بنات بلده، فهذا الشيء بالعكس نحن لازم نشجعه ونحن لازم نساعده ونوقف معه للشاب لغاية ما يوصل لبنت بلده اللي هو عم رغبان إنه يرتبط فيها. بتمنى لكم يعني لفكرتكم هي العظيمة إن شاء الله يا رب هيك، الله يحمل معكم ويعينكم. بعرف قديش عم تعطوا وقت من بيتكم وعائلتكم لهذا الجروب، إذا انعزمتي على عرس خديني معك حبابي، خديني معك. أبشري لما والله مسليهم ها منو لعلى العرس وعلى عاشة ويلا ومدري شو، ما عليكي ماشي. بعرف زلغت كمان مدام رافت، شكرا كتير لوقتك، نورتينا وشرفتينا، وسلامي لبقية الأدمونات التانيين الحلوين اللي معكم. تسلميلي. أي حدا بده ينضم للجروب أكيد اسمه عروس وعريس سوريات، عموما مو هيك في سوريات بالموضوع مو؟ سوريين وعرب في أمريكا. سوريين وعرب في أمريكا. عموما احنا هنحط اللينك مشان يلي سمع الحلقة وبيحب يسمع مرة تانية يفوت على الجروب. شكرا كتير لوقتك مدام، وتشرفت بوجودك، ضلي بألف خير. شكرا لإلك. تسلمي لي إلهي، ميت أهلا وسهلا، أهلين سهلين يلما، ومني ومن كل الأدمونات شكرا إلك ويعطيك العافية. تسلمي لي يا رب، أهلا وسهلا. أهلين وسهلين. أهلين. كبرت ست الكل صار بدها تتجوز، تتركني وتفل كبرت البنوت، كبرت ست الكل صار بدها تتجوز، تتركني وتفل ربيت بدموع العينين، ربيت بالنقد وبالدين، بيجي واحد متر النين بياخدها وبيفل. كبرت البنوت، كبرت ست الكل صار بدها تتجوز، تتركني وتفل ربيت بدموع العين، ربيت بالنقد وبالدين، يجي واحد متر النين ياخدها وبيفل. شو غنيت للتنام بليالي شتوي، وعديت عد الايام تصارت صوي. شو غنيت للتنام بليالي شتوي، وعديت عد الايام تصارت صوي. تقهرت تعذبت سنين كرمال عيون الحلوين، لما صارت بالعشرين عريس الغفلي طل. مستمعينا اهم شيء